لكي تستطيع مواجهة الطاغوت في سوح الوغى لابد أن تواجه أولاً الجبت في داخل نفسك، وتلك هي الخطوة الأولى التي خطاها الحر فانقلب على الظلم والطغيان وانتصر على إبليس وجنوده. بحق أقول لكم إن الحر الرياحي حجة الله الكبرى على كل المتورطين مع الظلم، فهو الذي أسقط منطقة أزلام الظالمين الذين يحتجون بأن الأوامر من فوق وأن المأمور معذور. فلا عذر بعد توبة الحر لأحد في تنفيذ الأوامر التي يخالفها الدين أو القيام بأعمال يدينها الضمير والوجدان. سوف يبقى الحسين عليه السلام المنبع الذي يتدفق أبداً بالعزة والكرامة، وتبقى دماؤه الزاكيات تثير أبداً الكوامن الخيرة في نفوس المؤمنين. سواء عرفنا مقام الحسين عليه السلام في عالم الملكوت أو لم نعرف، فإن الأمر لا يتغير هناك، فعلى ساق العرش مكتوب الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. بمقدار ما يرغب المؤمنون في العبور إلى الحسين للتقرب إلى الله، بمقدار ما يرغب عنه المنافقون للتقرب إلى الإبليس بالابتعاد عن الحسين. حقاً لو أنصف الدهر لكتب اسم الحسين على جميع محاريب العبادة، ولرفع علمه على أبواب كل المساجد، إذ لولاه لما كان هنالك مسجد يعبد فيه الله ولا محراب يصلي فيه العباد لربهم. بعد أن رفع عدوه شعار لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل.